وافد العديد من المواطنين الروس إلى وسط العاصمة موسكو لإلقاء نظرة الوداع على الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف. معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، طبعا وسط الحرب الدائرة ما بين الجانب الروسي والغربي، الآن رحيل السيد غورباتشوف وهو آخر رئيس الاتحاد السوفيتي يعني ربما يضفي طابعا آخر للقادة الروس في هذا التوقيت، ورأينا رئيس بوتين يضع يعني الزهور على الرجل الراحل. كيف تبدو مشاعر الروس اليوم؟ كيف يبدو هذا الرحيل أيضا في هذا التوقيت؟ ماجد، يكتسب رحيل الزعيم السوفيتي الأخير ميخائيل غورباتشوف في هذه الفترة المفصلية والحساسة من التاريخ السياسي طبعا رمزية خاصة. طبعا أفكار غورباتشوف وانفتاحه على الغرب في فترة كان يعاني فيها الاتحاد السوفيتي من أزمات داخلية اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية متنوعة، طبعا بقيت محفوظة لدى الكثيرين وبقيت حاضرة حتى في أوج هذه الأزمة المشتعلة بين روسيا والغرب، وهو ما يدفع بالعشرات وربما المئات من مواطني العاصمة الروسية موسكو حاليا للتوافد إلى وسط هذه العاصمة، حيث قصر الأعمدة كما يدعى، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ميخائيل غورباتشوف قبل توجه جثمانه إلى مقبرة نوفاديفيتشيا، حيث سيدفن في مقبرة مشتركة مع زوجته إلى جانب زوجته رئيسة غورباتشوفا والمتوفية منذ عام 1999. طبعا ميخائيل غورباتشوف سيبقى حاضرا كما ذكرت رغم الجدلية التي كانت تلف شخصه كسياسي وكرجل دولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أيضا ودعه وهو وألقى نظرة الوداع على جثمانه في إحدى مشافي موسكو المركزية قبل أيام، ووضع أكليلا من الزهور وبعث ببرقية تعزية لأقربائه وذويه، كانت تحمل نبرة تصالحية كما وصفت من قبل الكثير من المتابعين والسياسيين، خصوصا في ظل تباين الرؤى ولا سيما في السنوات الأخيرة بين السياسيين بين الرجلين فيما يتعلق بتوجهات السياسة الروسية. رغم أن غورباتشوف كان من مؤيدي ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا طبعا، وهو ما كان يخالف انفتاحه ونظرته الانفتاحية على الغرب، ولكن كان هناك طبعا خلافات ما بينهما وما بين الخط السياسي الحالي فيما يتعلق بتوجهات السياسة الخارجية الروسية ولا سيما على مناحي عدة ومنها الأزمة الأوكرانية. رغم كل ذلك طبعا نرى هناك طبعا جنازة اكتسبت صفة شبه رسمية كما أطلق عليها المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف. سيكون هناك موكب سيرافق نعش ميخائيل غورباتشوف إلى المقبرة التي كنت قد ذكرتها منذ قليل. طبعا هناك تغيب شبه كامل للسياسيين الغربيين وسط العقوبات المفروضة عليهم، هناك غياب لشخصيات سياسية غربية رفيعة المستوى ربما كانت تنوي الحضور لكن فرضت عليها عقوبات روسية جوابية كما هو معلوم، لكن هناك حضور لا بأس به من قبل شخصيات رفيعة المستوى من الجانب الروسي من بينهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي ميتري ميدفيديف والمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف. من موسكو مراسلتنا أريج محمد، شكرا لك يا أريج.